بكم في قناة ياسمينة اي. قبل ما نبداو في وصفة اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنساوش انه رابط المجموعة في صندوق الوصف يعني اللي حابة تشترك في المجموعة، وما تنساوش انه الوصفة المقادير راح تكون كذلك في صندوق الوصف. راح نبداو في وصفة اليوم على بركة الله. اليوم راح نديرو الكمونية. الكمونية واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها الكمونية كل منطقة وكيفاش تحب دير الكمونية. الكمونية راح نديرها اليوم بالكرشة تاع الدجاج، ولا كل واحد كيفاش يسميها. هنا نجيبو كمية من الكرشة تاع الدجاج، نغسلوها مليح، نقيوها، ننظفوها. نحتاجو معها كمية من الثوم، نحتاجو معدنوس للتزيين، طماطم مصبرة، عندنا الملح والزيت والبهارات، نحتاجو فلفل أسود، البابريكا أو الفلفل الأحمر، نحتاجو الكركم والكمون. هي كمونية يعني تحتاج كمية كبيرة من الكمون. نبدأ في الوصفة على بركة الله. هنا في كوكو درت كمية من الزيت، راح نضيف لها كمية من الثوم، يعني هي تحتاج الثوم وتحتاج هذه الوصفة الكمون، يعني تحتاج كمية كبيرة من الكمون. راح ندير حوالي 4 فصوص من الثوم. هنا درنا كمية الثوم تاعنا اللي هي 4 فصوص، راح نضيفوا البهارات، راح نضيفوا الفلفل الأسود، يعني الوصفة هذه تحب التوابل. راح نضيفوا البابريكا، يعني تجي حارة الوصفة هذه. راح نضيفوا الكمون، يعني هي تحب الكمون، راح نضيفوا الكمون، وراح نضيفوا الكركم. خلطوا مليح التوابل هذه. راح نضيفوا صلصة الطماطم اللي هي حوالي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، يعني على حسب النوعية تاع الصلصة، لأنه كما سبق وقلنا أنه كل نوعية طماطم على حسب. راح نضيفو كمية الملح، عفوا يعني نسيت مع الملح ندير البهارات، ما نساوش الملح، راح نضيفو كمية من الملح. هكذا راح نضيفو كمية من الكرشة تاعنا، هي كرشة تاع الدجاج ماشي الكبدة، خلطوا مليح، يعني راح تجينا ما شاء الله. للناس اللي تحب الكرشة تاع الدجاج، كاين الناس ما تحبش الكرشة تاع الدجاج، وكاين الناس تحب الكرشة تاع الدجاج. هكذا ونخليوها تقلى مليح. هكذا بعد ما تقلات الكرشة تاعنا كيما راكم تشوفوا، نمرقوا، يعني نحاولوا ما نضيفوش المرقة عليها، الماء عليها. راح نضيفوا كمية الماء، نضيفوا فقط من الجنب، ما نضيفوش كمية كبيرة من الماء. هكذا كمية قليلة فقط من الماء كما راكم تشوفوا. هكذا ونغلقوا عليها مليح ونخلوها تطيب، حتى تطيب ونطفيو عليها حتى نشوفوا الكرشة تاعنا طابت. واذا بقات محتاجة كمية من الطماطم المصبرة نضيفو، اذا شفناها ماهيش محتاجة نطفيو عليها ونتلاقاو ونشوفوها في صحن التقديم.
وكما سبق وقلت لكم انه ما نحتاجوش فيها كميه كبيره من الماء. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد والاستمرار. هذا هو شكل طبق تاعنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلات.